What is a haboob? Looks like the end of the world, doesn't yes, it? Yes, and it's actually, haboob is a word for the dust storm. كلمة هبوب اللي سمعناها واللي توصف الرياح الشديدة ما هي أول كلمة ترتحل للغة أخرى. لكن هل ممكن تهاجر لهجة بكبرها لبلد آخر وتحافظ على صلابتها وما تتأثر باللهجات المحيطة؟ في عام 440 حدثت هجرة نقلت معها اللهجة من شبه الجزيرة العربية إلى شمال إفريقيا، فسكنت مصر وليبيا وتونس والمغرب العربي، وتعرف بالهجرة الهلالية. ويرجع نسب الهلاليين إلى هلال بن عامر، وهم قبيلة هوازنية مضرية عدنانية سكنت بادية الحجاز ونجد. وكحال البدو الرحل وقتها، فمصير حياتهم يعتمد بشكل كبير على وجود البيئة المناسبة لحلالهم. وبسبب شح الماء والربيع في المناطق اللي كانوا فيها هاجروا لقارة إفريقيا. بعد الهجرة ساهمت اللهجة الهلالية بشكل واضح في نشوء العامية المصرية ولهجات المغرب العربي. فلما تسمع السؤال في العامية المصرية عايز إيه مثلاً تفهمها مباشرة. طب أنت عايز إيه حضرتك؟ وهي أصلها إيش عائز، واللي كانت ضمن مفردات الجزيرة العربية، لكنها دمجت بعد الهجرة الهلالية وبدلت لغرض التسهيل. أما في المغرب العربي مثلاً يسمون اللهجة الهلالية باللهجة العروبية. ركزوا معي مزيان، هذا آخر درس. واللي منها نذكر مفردات أقديت يعني أحسنت الصنع، أو تكرفس يعني طاح. لكن مع الوقت تداخلت اللهجة الهلالية مع لهجات المناطق وتأثرت حتى أصبحت ذات ملامح مختلفة عن أصلها. لكن هل هناك لهجة ظلت ثابتة في وجه المتغيرات؟ نعم، أبرز هذه اللهجات هي لهجة قبائل عبس، واللي منهم الرشايدة العدنانيون واللي هاجروا إلى السودان وأرتيريا أول مرة عام 1869، ولحقتها هجرة ثانية عام 1872 بحثاً عن المرعى والماء لحلالهم. تقول أحد الأشعار التراثية عن ارتحال واستقرار الرشايدة في السودان: ناس دنعناب حقه حجيجة من نجد رينا ومن شمال المدينة، هجدودنا اللي هاجروا بالسنابيت من المحل ما هاجروا من قبينا. وفي إطروحة للدكتوراه في علم الأنثروبولوجيا، علم تطور الإنسان، تحت عنوان بدو الرشايدة، يقول الدكتور ويليام يانغ: الرشايدة يتحدثون لهجة مشتقة من العربية لها خصائص كثيرة حسب الشائع مع اللغة العربية المتحدث بها في الشمال الغربي من شبه جزيرة العرب، ومثل هذه الميزات تتغاير بشكل واضح مع اللهجات السودانية. وعلى مدى مئات السنين حافظ الرشايدة على هويتهم ولهجتهم الثابتة وظلوا متمسكين بها. فلو تسمع لهجة رشيدي من السودان راح تجزم تماما بأن لهجته لهجة رشيدي من حايل أو المدينة المنورة. الله يشرفتونا يا ضيوف، الله يحييك. من خلال المفردات المستخدمة مثل أرهاك لشيء بعيد، ارنعه اضربه، كبها اتركها، الراح يلا مشينا، اقضبه امسكه. الدكتور مبروك مبارك سليم الرشيدي في كتابه الرشايدة طنايا عبس بين اليوم والأمس يقول: الرشايدة هم أحدث الهجرات إلى السودان، وهم الهجرة الوحيدة اللي رافقتها المرأة العربية، ولهذا لم يختلطوا وحافظوا على سحنتهم حتى يومنا هذا. ويرجع أسباب صلابة لهجة الرشايدة ضد التغيير لعاملين مهمين، وهما عيشهم بعيدا عن المدن، عدم اختلاطهم مع القبائل المحاذية، وهالشيء ساهم في الحفاظ على اللهجة والموروث. وأخيراً هالحلقة هي آخر حلقة في سلسلة سعوديولوجيا اللهجات، واللي حاولنا فيها الحديث عن اللهجات في المملكة والممتدة جذورها من شبه الجزيرة العربية. ونتمنى أننا ما نكون قصرنا فيها، ونتمنى أيضاً أننا ركزنا بشكل أساسي لتبيان حالة التنوع الكبير في لهجاتنا في هذا الوطن العظيم. واستروا على ما واجهتم. السلام عليكم.